السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم ملوك الفن والتصوير الابداع، عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير وبصحة وسلامة. فيديو النهاردة مهم جدا جدا للناس المبتدئة والناس البيجنر اللي لسه بتفكر تخش مجال التصوير الفوتوغرافي. طيب فيديو النهاردة هو تكملة للفيديو اللي فات، لو انت ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات هيفوتك كتير جدا جدا، هسيبه لك في اللاين اللي فوق ارجع اتفرج عليه وبعدين تعالى كمل الفيديو ده. إيه طيب انا هبدأ بس كده اقول حاجة بسيطة للناس اللي ممكن تكون بتفكر في الكلام ده. وانا بتكلم قدام الكاميرا ما بقاش كاتب سكريبت، ما بقاش مجهز كلام خالص، انا بس بديك خبره 7 سنين في المجال. ان انا يعني لما فكرت ابقى مصور مريت بكل الحاجات اللي انا هتكلم فيها على القناه دي، فانا مش كاتب سكريبت ومش هكتب سكريبت، ودايما هتكلم معاكم تلقائي باللي انا مريت بيه واللي انا فهمته في السنين اللي فاتت دي كلها. طيب في الفيديو اللي فات اتكلمنا عنك انك خلاص جبت كاميرا وجبت اللينز وعرفت الكلاينت والدنيا تمام وزي الفل، انت خلاص بقيت مصور، خلاص داخل على مرحله انك تبقى بروفيشنال، تمام؟ فمحتاج تحول الفكره عندك من انها تبقى هوايه لانها تبقى بيزنس وحاجه تاخد عليها فلوس مقابل التصوير اللي انت بتصوره، تمام؟ نبدا منين بقى؟ بنبدا من انك خلاص شرطك الوحيد او عشان تبقى تظهر وسط الناس اللي موجوده هو انك تسوق لنفسك، تمام؟ طيب اسوق لنفسي ازاي يا محمد؟ اتسوق لنفسك عن طريق مثلا انك بتصور صحابك صور بروفيشنال جدا، فبالتالي هم بيرشحوك لاصحابهم بحيث انك تصورهم، وكل حد بيتصور معاك انت بتبقى داتا ليك اصلا، بحيث انك ترفعها على السوشيال ميديا طبعا بعد استئذانهم، وهم اكيد هيوافقوا لو انت شايفينك مجتهد وحابب انك او الصور دي ما تبقاش يعني فيها خصوصيه جدا جدا يعني زياده عن اللزوم، تمام؟ فهو بالتالي يقول لك ارفعها. فدي حاجه هتساعدك جدا جدا انك ترفع شغلك كله على السوشيال ميديا، تمام؟ او انك بتكلم مثلا كذا ميك اب ارتست بحيث ان الناس دي لو جالهم عروسه او عريس جاي يحجز لعروسته او عروسه راح تحجز الميك اب بتاعها، فهي بتسالها حضرتك معاكي فوتوغرافر في اليوم بتاعك؟ هي ممكن تقول لها لا، فبالتالي هيبقى انت ترشيحها الاول والاخير لانك هتبقى خلاص مظبط معاها كل دنيتك وعلى اسعارك ومفهمها كل حاجه، تمام؟ طيب بتبدا تتشاف بقى، اللي هو انا نزلت شغلي ظبطت البورتفوليو بتاعي، طيب انا عايز بقى يعني اظبط اسعاري. ما ينفعش تقول للكلاينت مثلا سعر هو اوفر على الامكانيات اللي عندك، يعني انا مثلا محمد عارف امكانياته في حدود 1 2 3، تمام؟ ما ينفعش اقول لك لا انا امكانياتي 5 6 7، لا خلاص استحاله، ما فيش الكلام ده. او لو هو وافق على امكانياتك دي فهو مش هيشوف منك اللي انت اتكلمت فيه اصلا، ما ينفعش تتكلم في حاجه غير اللي انت تعملها اصلا. يعني ما ينفعش مثلا اقول لك هصورك من اول، اصورك يوم كامل واجي على السيشن بس، استحاله، ده هيبقى مشكله كبيره جدا ليك. لا انت خليك دايما سيمبل كده في اتفاقاتك، انا والله هعمل لك 1 2 3 وهسلمك 1 2 3 في ميعاد كذا، بحيث ان هو يحس حتى في كلامك ان انت قد الكلام اللي انت بتقوله، لانك لو انت ما طلعتش قده فدي هتبقى مشكله كبيره ليك وانت لسه بتبدا، تمام؟ طيب خلاص انا بقى نيجي بقى لحته الفلوس وازاي تاخد فلوسك وازاي بتمشي يومك كفوتوغرافر داخل على مرحله انك تحول الفكره من انها تبقى هوايه لانها تبقى بيزنس، تمام؟ خلاص انت بتبدا في حاله ان هو حابب ياكد الحجز معاك، بتاخد منه ديبوزيت عربون ولو 20%، يعني زي مثلا الاوردر ب 1000 جنيه فانت بتاخد منه 200 جنيه، تمام؟ دول عربون ربط كلام، بحيث ان انت ما ينفعش ما تاخدش عربون وتيجي يوم الفرح يقول لك انا حجزت مع حد تاني، يبقى كده في عندك مشكله، لان ممكن يجي لك كلاينت في نفس اليوم انت ترفضه لان انت عندك كلاينت تاني في اليوم ده، او انت بلسان الانسان ده انت محجوز، تمام؟ طيب خدت عربونك، بتبدا بقى تهندل نفسك وتستقر انك تتعلم اكتر واكتر واكتر، بحيث ان لما يجي يوم السيشن نفسه ما تخذلش العريس والعروسه اللي انت رايح تصورهم، لان هم بيبص ده يعني فكره انك تسوحهم في يوم فرحهم دي مشكله كبيره قوي، ويعني يعني خاطرهم عندنا كلنا بالدنيا، تمام؟ فدايما خليك حريص انك ما تضيعش اي مومنت في يوم اي عروسه وعريس، تمام؟ خلاص انت خدت اليوم بتاعك، خلاص قررت يعني مثلا عريس حاجز معاك من اسبوع، بقى اسبوع على الفرح، قبل يوم التصوير بيوم، تمام؟ انت بتقضي يومك كامل، بتبدا من بعد المغرب تحط كاميرتك، فلاشك، حجاره التريجر بتاعك، كل حاجه
على الشواحن بتاعتها، بحيث ان يوم الفرح نفسه انت ما تبقاش متوتر، بحيث اللي هو انا خايف البطاريه تفصل، انا خايف الفلاش يهنج مني، انا خايف لا الكاميرا يحصل فيها حاجه، انا خايف على الكارت الميموري. وهكلمكم في كل الحاجات دي وكل الحاجات اللي انت ممكن تقع فيها في الفيديوهات اللي جايه، كل الحاجات اللي انت ممكن تقع فيها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تابعها. ولو انت ما عملتش سبسكرايب في القناه هيفوتك كتير قوي 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 الفتره اللي جايه، عشان في كلام كتير جدا لسه نقوله ان شاء الله على القناه دي. تمام، فعل زر الجرس بقى، يلا يا نجم فعل زر الجرس. تمام خلاص، انت بقى هندلت نفسك، رحت يوم السيشن. تمام، بتبدا تعمل ايه يوم السيشن بتاعك نفسه؟ انت بتبدا، انت مثلا لو انت بتكلم العريس قبلها بيوم، بتقول له والله يا عريس انا عايزك تيجي لي مثلا سي الساعه 5 المغرب. فهو ممكن يسالك ليه الساعه 5 المغرب؟ فانت تقول له انا عايز اصورك شويه بالنهار وشويه بالليل، اللي هو من الساعه مثلا 5:30 6 للساعه 7:30 قبل ما الجو يليل. تمام، فانت بتحس، انت بتلاقي في الاخر اصلا السيشن بتاعك طلع عباره عن جزئين، جزء بالنهار وجزء بالليل. تمام، دي حاجه بتبقى محبذه جدا للعريس والعروسه، بحيث ان هم يكونوا صورهم بلونين، لون بالنهار ولون بالليل. تمام، لو العريس جاي الساعه 5 اللوكيشن، فانت المفروض يعني انك تروح قبله بساعه، يعني هو جاي الساعه 5 انت تروح الساعه 4، بتفرد معداتك، بترص عدتك، بتجهز كاميرتك. طب ليه انا بقول لك روح قبلها بساعه، وليه انا نفسي اصلا لحد دلوقتي بروح قبل العريس بساعه؟ بحيث ان لو حصل حاجه لا قدر الله، مثلا الفلاش مش عايز يشتغل، الكاميرا فيها مشكله، التريجر بتاعك فيه مشكله، الكارت الميموري اتحرق لا قدر الله، ودي مشكله كبيره جدا، تلحق تتصرف، سواء هتشتري سواء هتستلف من حد زميلك، المهم ان انت تلحق تتصرف اصلا ايه قبل ما الدنيا تضيع منك. تمام، خلاص العريس جالك، بتبدا تبص بقى. دايما في مشكله هنا في مصر، ان دايما العريس والعروسه بيجوا متخانقين قبل السيشن، يعني انت ما تعرفش فيها اصلا في الحوار ده. فدايما انت خليك الانسان اللذيذ في النص، هما متوترين هما متخانقين، انت حاول تهندل الدنيا لحد ما يومك يعدي. يعني ما ينفعش مثلا تجيب لهم صوره هما مكشرين فيها، مش ينفع، لازم تهندل الدنيا، اللي هو معلش يا عروسه تبصتي وتراضيهم على بعض وتشوف في ايه وتحلها. طبعا ده في حدودك الشخصيه، ما ينفعش تتعدى، يعني ما ينفعش تتعدى حدودك خالص. تمام، ودايما لما انت بتكون واقف معاهم كانك شخص لذيذ مش مصور، او كانك واحد منهم مش فوتوغرافر جاي يشتغل وخلاص هيمشي، لا اكنك واحد منهم. طول ما انت بتعامل العريس والعروسه عليه اكنك واحد منهم، هتاخد منهم احسن مومنت في اليوم كله. وتمام، هيفضلوا فاكرين لك الموضوع ده لحد اخر حياتهم، اقسم بالله كل ما يشوف الصور هيقولوا يا الفوتوغرافر ده كان جميل والله، كان لذيذ على قلوبنا. طيب نتكلم في ايه تاني؟ هنتكلم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله عن ازاي تتخطى يومك كامل، وان شاء الله هنطلع في الفيديوهات قريب جدا جدا. هنتكلم ازاي اصلا تجمع معداتك، وايه اللي انت محتاجه بالظبط عشان تصور السيشن بتاعك، كمعدات، ككاميرا، وكذا 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 وكذا. لان طبعا مش هينفع تبقى بتصور بالكاميرا واللينس بس، في معدات تانيه لازم تبقى معاك عشان تصور السيشن بتاعك وتطلع باحسن جوده. طيب هيفوتك كتير جدا جدا والله. لو مش عملت سبسكرايب في القناه دي، اتمنى لو استفدت ولو بمعلومه من الفيديو بتاعي تعمل لي سبسكرايب في القناه عشان يوصل لك كل الجديد. ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم.